مبروك يا شعب العراق هذا الفوز، ويا رب ان شاء الله نفرحكم كل مباراة، ونحتاج دعواتكم ان شاء الله، راح نقدم لكم اللاعبين المنتخب العراقي بمناسبة الفوز اليوم. سامح سعيد، شو تقول للشعب العراقي فوز اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للشعب العراقي اكيد على الفوز وعلى النتيجة. الدور الثمانية يا ندعو الفوز للشعب العراقي والكادر اللاعبين، اكيد نطلب من اللاعبين انه مباراة جاية مباراة صعبة مع منتخب ايران، نطلب منهم 3 نقاط ان شاء الله، وتوفيق للاعبين والكادر التدريبي. توفيق حبيبي. علي هل اسوي؟ وسع وسع علاء، شو تقول للشعب العراقي فوز اليوم؟ رغم انت ما لعبت. والله اكيد الشعب العراقي، لا تشتري انت، والله راح اقول للشعب انت عليك. اكيد يعني فرحه لكل الجماهير العراقيه، اتمنى انه تدوم الافراح على شعبنا الغالي. اتمنى انه ننسى هذه المباريات، عندنا مباراه مع الفريق الايراني وهو المباراه الاهم بالنسبه لنا، وان شاء الله نزف لهم فرحه كبيره انه تاهل ان شاء الله المربع الذهبي ان شاء الله. شكرا كابتن علاء حبيبي على الفايز. على الفايز، شو تقول للشعب العراقي فوز اليوم رغم انت ما لعبت اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للشعب العراقي ان شاء الله، دوم الافراح، محتاجين الفرحه بصراحه، وما يهم اشارك او ما اشارك، اهم شيء الفريق يفوز نتاهل الدور الثاني ان شاء الله. شكرا جميع اللاعبين. ياسر 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 قاسم، شو تقول للشعب العراقي بمناسبة الفوز اليوم؟ والله فرحان للشعب، وإن شاء الله نلعب لعبة زينة ضد الإيران ونصعد للسيمي فاينل. شكرا ياسر حبيبي. على عدنان، على عدنان، شو تقول للشعب العراقي بمناسبة الفوز اليوم؟ اول شيء اهنيهم لان انت صرت مقدم جدول قلبك. ومبروك لهم، والحمد لله وشكر انه قدمنا مباراه كبيره، وهذا شيء بسيط ممكن انه نقدمه لبلدنا الجريح بصراحه. اتمنى من الجميع ان ينسى الخلافات الشخصيه، ان لا ينتقد المنتخب بصراحه، ان يساند المنتخب في هذه البطوله، لان تنتظرنا مباراه صعبه جدا امام ايران، لكن ماكو شيء مستحيل على هذا الفريق. اكيد مشكور على اللوحه حبيب قلبك. والى هنا نختتم معكم. كابتن سلام شاكر، لقاء لقاء بعدين. شو تقول للشعب العراقي بمناسبة الفرحة اليوم؟ نقول الحمد لله وشكرا، هني الشعب العراقي ان شاء الله من انتصار الى انتصار ان شاء الله. شكرا كابتن سلام. اسامة رشيد، عوف التصوير هسه، عندنا لقاء خاص. شو تقول للشعب العراقي بمناسبة الفوز اليوم؟ اليوم كلنا فرحانين، وهاي الفوز للشعب العراقي، وان شاء الله مباراة ويا ايران نفوز كمان ونجيب الكاس للشعب العراقي ان شاء الله. شكرا حبيبي اسامه. ولا هنا نختتم اللقاءات، ان شاء الله فرحه عراقيه مستمره ودائمه، ان شاء الله فرحه اللاعبين وانتصارات موجوده ان شاء الله في المباراه القادمه. هلا كل القنوات، هاي كل القنوات.